صباح النور بروفيسور. صباح الخير سميرة. الحساب البنكي اكيد ان كل واحد دابا في هذا العهد هذا عنده حساب بنكي، يعني كان صالير صغير ولا كبير كاين حساب بنكي. المشكل تيوقع فين؟ تيتغلق هذا الحساب البنكي. بزاف الناس تيقولوا مع نفسهم انه يكفي انهم ما يبقاوش اليمونتيو هذاك الحساب البنكي او ما يبقاوش يستعملوه باش يغلقوه. طبعا الامر خاطئ. اكيد غير هو كاين شويه ديال الجهل ديال المستهلك او صاحب الحساب من جانب، ومن جانب ثاني هناك ايضا تعسف ديال بعض البنوك، ان لم اقل كل البنوك. ياك تعسف، وغادي نشرح علاش. انا تيبقاو فيا بزاف ديال الناس اللي كيكون في دارهم عليه ما به، واحد النهار حل حساب بنكي كان تيخدم وكان عنده واحد الاجر بسيط، واحد ساعه ما بقاش يخدم، نسى داك الحساب بسيط، وجا من بعد 5 سنين و6 سنين كتصيفط له البنك رساله كتقول له كان سالك فيها 2000 درهم، ما تيبقاش ينعس ديك الليله. واخا وهنايا ما تيبقاش لا عيني بعدا قبل من واخا، راه ما تيب لا ضروري ديال واحد القوس ديال ما تيبقاش بعدا ينعس في راسك. انا جالس ما كيسالني حتى شي حاجه، يجي واحد يقول لي 2000 درهم وشكون؟ بنكه. كيشوف هو بنكه قداش محامي مستاره، انا شنو؟ انا ما كيبقاش ينعس. في هذه الحاله تتخطر في باله واحد الحاجه، يعني احنا شحال من مره قلنا هنا كاين واحد المساله سميتها التقادم، بعد عامين ما كايناش في هذه الحاله هذه. انت عندك هذا الامتياز ديال تعرفي التقادم. لا حيت تكلمنا عليه صباحيه دازين. ولكن الناس اخرين ما كيعرفوش التقادم، ما كيعرفوش ادنى الحقوق ديالهم. كتصيفط له بنكه، البنكه ما تكذبش، البنكه صيفطت لك 2000 درهم، كتسني منين غنجيب 2000 درهم. دونك البنكه عارفه بان كاين تقادم، مع ذلك اكيد يكون تعسف. طبعا ماشي تعسف، احتمال يكون حتى هذاك صاحب البنك اللي صيفط لك الرساله ما عارفش بان كاين تقادم. وممكن يكون عارف التقادم ومع ذلك غادي يغامر ويقول غتكون سذاجه ديال الزبون، غادي نصيفط له يمكن يخلص. وفعلا تيخلص، فعلا تيخلص. واخا نعرف الواجبات والحقوق ديالنا في الميدان. مزيان. العلاقه ما بين البنك والزبون ديالها شنو هي؟ هي واحد العلاقه، واحد العقد ديال الثقه. الزبون تيفتح واحد الحساب، تيجيب البطاقه الوطنيه ديالو، كيجيب فيها المعلومات الكافيه وهذه الوثيقه الاساسيه اللي كنعطيوها للشخص الذاتي، وكيفتح حساب بنكي على اساس انه يبدا يدير فيه الفلوس ويبدا يدير واحد العمليات بنكيه. هو كيعطي اوامر للبنك، والبنك تيمتثل الاوامر ديالو. حول لي هاد الفلوس لهادي، خلص هاد السداد، ها هو شيك، لان داك الامر شيك. الشيك امر ملي كنكتب تنقول هذا امر للبنك انه يصرف الفلان اللي غيعطي هاد الشيك لحامل الشيك المبلغ كذا وكذا. اذا كنعطيه داك الاوامر. في المقابل ديال هاد العمليات كتاخذ هي واحد نسبة مئوية اللي كنعتبروها حنا مصاريف ديال التدبير ديال هذه العمليات كلها. إذا ملي كتوقف العلاقة في الواقع، الحساب لا زال مفتوحا ولكن الشخص ما بقاش يحرك ذاك الحساب ديالو لسبب من الأسباب. أولا ممكن يكون رحل ودار حساب في بنك آخر، ممكن كان تيشتغل وما بقاش تيشتغل، ممكن كان تيدخل الفلوس وما بقاش يدخل الفلوس بالنسبه للتاجر اللي كيدير ممارسات نشاط تجاري حر. اذا اسباب كثيره اللي ممكن توفى وما عارفينوش بان توفى، اذا الحساب تيحبس. البنك شنو المفروض دير؟ البنك ملي كتلاحظ القانون اش كيقول؟ فصل 305 من مدونه التجاره تيقول من بعد تم التغيير ديالو، الا بقى داك الحساب لمده سنه ما عرفش تحرك حياه خاصة إذا كان سلبي ما فيهش فلوس، تنصيفط رسالة البنك، خاصها تصيفط رسالة لآخر عنوان ديال الزبون تتقول له الله يكثر خيرك أسيدي، راه الحساب ديالك ما بقاش يتحرك، واش بغيتي نقفل الحساب ديالك ولا بغيتي تحافظ عليه مفتوح؟ خصو يجاوب. إلا ما جاوبش تيقفلوه، إلا جاوب قول لهم خليوا لي الحساب ديالي مفتوح تيخليوه مفتوح، لأن ما عندهمش الحق يغلقوه بلا الامر ديالو. يعني لما كانش هناك يعني ان سين دو في من الزبون بعد سنه، اذا ما يمكنش البنك اليوم حتى سنتين لا سنه اذا ما يمكنش اللي عنده اجل ديال 60 يوم باش يجاوبوا. اذا ما جاوبش بعد 60 يوم تيقفلوا الحساب. اذا ما يمكنش اليوم بنك تصيفط رساله للمواطن في داره تقول له من 2006 من 2006 كان سالوك 4000 درهم. ما يمكنش. ما خصش المواطن يقبلها، وهذا الشيء ما خصوش يدار في هذا الوقت، الوقت ديالنا، العهد ديالنا اللي دابا كل شيء تيخصو يعرف. في صباحية الدزا مثلا. أكيد، لأن ذاك الشيء باش لاحظتي مسائل توعية والتحسيس سميرة، تنهضروا على مواضيع وتنعاودوا نكرروها باش نأكدوا باش نوصلوا المعلومة. واضح. إذا ديال اش هذا واضح؟ واضح. أنا الفكرة ما وصلت. وصلت، يعني ما خصهمش يصيفطوا لهذ الرسالة. إلا صيفطوا لهذ الرسالة، أنا تنقول اليوم للمواطن اللي كتشوفني جاتك هذه الرسالة، اطمئن ولا تجاوب، ما تجاوبش وارتاح مع راسك، خليهم تيدعوك في المحكمه، ولا دعوك في المحكمه غادي دير محامي وغتبع الملف ديالك وغتربح، اذا كانوا هاد الحالات اللي كنتكلم عليهم.
ولكن غالبا ما غيدعيوش في المحكمه لان عارفين الحق ما غيدعيوش على 2000 درهم وما غيدعيوش على 3000 درهم اللي خصهم يخلصوا اكثر منها. اللي مهم في هادشي كله هو اللي ما كنرضاوش به وما نقبلوش على المواطن المغربي هو ان تكون البنكه كتسالو فلوس ديال العمليات وكتسالو فلوس وهو يغيب ديك الساعه على الحساب ديالو ويقول لهم لا شدوه، لا سيدي سير خلص لي عليك. لا ما كنهضرش على المصاريف اللي ديال 200 درهم 100 درهم تجمعات ديال 7 سنين 8 سنين يقول لك اجي تخلص لك. لا تنقول الحاجات اللي يستحق انه خصو يديها واجب ديالو، يمشي لعند البنكه يقول لها لا هاد العمليات اللي درت فعلا الحساب ديالي سلبي هاك هالفلوس ديالي ولكن داك المصاريف انا ما غاديش نخلصهم، هذاك الشيء اللي بصح انا مسؤول عليه نخلصه شي لاخر ولكن باش يمشي وما يخلصش لا. واضح يخلص الواجب ديالو. شكرا لك بروفيسور محمد جمال معتوق، الرساله واضحه اكثر من اللازم. الاسبوع المقبل ان شاء الله غادي نبقاو في هذا الموضوع ديال الشيك حيت بان لي فيه بزاف ما يتقال، ومن الشيك ندوزو للاكراه البدني ان شاء الله. فاش كنطبقوا الاكراه البدني في الديون ان شاء الله. شكرا لك. صباح النور.